هو فنان جزائري قدم عروضا وستكومات كوميدية في المغرب واشتاق إليه المغاربة في رمضان هذه السنة، فمن هو؟ عبد القادر السكتور ممثل جزائري من مواليد 1965، واسمه الحقيقي هو عبد القادر أرحمان، ينحدر من مدينة غزوات القريبة من الحدود الجزائرية المغربية التابعة لولاية تلمسان غرب الجزائر. اكتسب شهرته عن طريق المقاطع التي كان يصورها في التجمعات التي كان يلقي فيها عبد القادر مسرحياته، فتم تداول هذه المقاطع عبر الانترنت في شهر مارس 2009 ليتصل به الكوميدي المغربي جمال دبوس، ويتم التعاون بينهما في أحد الأفلام عام 2013. نجاح عبد القادر تواصل بعدما تعاون مع مخرجين وفنانين ومغاربة، وأصبح نجماً من نجوم الشاشة المغربية في رمضان ومسارح وطنية في المغرب بعد عروض وجولات فنية. الفنان والكوميدي الجزائري عبد القادر السكتور تألق في أعمال مغربية شهيرة، من أبرزها سيت كوم المغربي كلنا جيران والديوانة مع الفنان المغربي الشهير حسن الفدة وعشرات الأعمال الفنية. شاركونا، ما هي الأعمال الفنية التي قدمها عبد القادر المفضلة لديك؟